أعزائي المشاهدين، صباح الخير أو مساء الخير على حسب توقيت مشاهدتكم للفيديو. معانا النهاردة فيلم الفانتازيا والدراما. فيلمنا بيبدأ في مصنع، لكن مش مصنع مواد غذائية ولا حتى منتجات عادية، ده مصنع روبوتات. بيورينا مرحلة تصنيع الإنسان الآلي كلها. الشركة اسمها الشمالية لتصنيع الروبوتات، وبيوصل الروبوتات لحد باب بيتك كمان، يعني دليفري. بنشوف الشركة وهي بتوصل روبوت لأسرة مكونة من 4 أفراد، وأول ما يشوفوا الروبوت يكونوا مستغربين جدا وعلامة الدهشة على وشهم. الأب بيطلق عليها اسم أندورو، والظاهر كده أندورو حب الاسم، وبيقول لهم إنه محضر لهم عرض عايز يوريه لهم، وبيوافقوا وبيستعدوا عشان يتفرجوا، وبيفتح بروجيكتور من دماغه وبيخرج موسيقى عالية وحاجة آخر انزعاج، وبيكون العرض بتاعه عبارة عن قواعد الروبوت، وهي إنه ما يأذيش إنسان ولا يرفض أي أمر يجيله، وكل اللي عليه حاضر ونعم وبس، والحالة الوحيدة اللي هيرفض تنفيذ الأوامر بتاعتهم هي في حالة إنهم يطلبوا منه يأذي حد، وآخر قاعدة إنه يحمي نفسه بأي طريقة، بس في حالة إنه ما يتعارضش مع الحالتين الاولانيين. واول ما يخلص العرض بتاعه الاب بيقول له دي اخر مره تعمل عرض عشان عملت ازعاج، وبعدين بياخد لقبه عشان يتعرف على المكان اللي هيقعد فيه، وبيهزروا شويه مع بعض، بس بيكون واضح على اندورو انه لسه مش عارف يتعامل ويتكلم زي البشر. بعدين بيشحن نفسه في الكهرباء لتاني يوم. الام بتكون لسه مش واخده على اندورو وخايفه منه وحاسه ان مش مرتاحه له كده في بيتها، بس عشان تستفيد منه بتديله مقشه وبتخليه ينظف البيت كله. اندورو بيشوف عنكبوت اثناء ما بينظف، بس مش عارف يقتله لانه روبوت مرهف الحس، وبياخده ويرجعه الجنينه تاني. وبعدين بيلاقي جرامافون قديم ومتهالك، بس بيلاقي نفسه يقدر يصلحه فبياخده معاه. وبعدين بيحضر لهم الاكل وبيروح يقف جنبهم وهم بياكلوا، وبيكونوا حاسين ان الموقف غريب، فالاب بيبعته على المطبخ، ولما بيدخل المطبخ بيفضل واقف مش بيعمل اي حاجه، وده بيخوف الام. البنت الصغيره بتنادي على اندورو وبتطلب منه يفتح الشباك ويرمي نفسه، وطبعا عشان ما ينفعش يرفض الاوامر فبينفذ طلبها. وبعد شويه بيروح يخبط عليهم وهو بايظ خالص ومش عارف يتكلم، الأب بيجيب البنت ويعمل اجتماع صغير كده ويقول لهم لازم يحترموا أندورو ويعاملوه زيه زي أي إنسان ومحدش يقتله. وفي يوم من الأيام أندورو بيكون مع البنت على الشط، وبنت فيهم بيكون معاها لعبة على شكل حصان، بس أندورو بيكسرها من غير قصد فبتتضايق منه جدا، لكن بيجيب كتاب عن فن النحت وبيقدر إنه يقرأه كله في مدة صغيرة جدا ويحفظ كل التعليمات اللي فيه، وبيعمل لعبة تانية للبنت عشان ما تزعلش، والبنت بتكون مبسوطة جدا باللعبة الجديدة، ولما توريها لأبوها بيكون مستغرب إنه قدر يصنع اللعبه دي. وبالليل بقى الاب بينزل القبر وبيلاقي اندورو صلح الجرمافون القديم وقعد يسمع عليه اغاني كمان، فبيستغرب وبيقرر انه يروح الشركه بتاعت الروبوت، وفعلا بياخده ويروح الشركه، وهناك بيقابل المدير وبيساله عن الحاجات اللي اندورو بيصنعها ولو في اي روبوت تاني بيقدر يصنع الحاجات دي ولا لا. مدير الشركه بيكون حاسس ان الاب متضايق وعايز يرجع الروبوت، بس بيسيبه وبيمشي، فبيحذره ويقول له ما تعملش الروبوت على انه انسان، فبيلاحظ ان الروبوت اتضايق، فبيقول الاب انه عايز الروبوت مقابل اي فلوس يطلبها، لكنه مش بيوافق. تحت بقى بيقول الاندورو لازم كل يوم يصنع حاجه جديده وما يشتغلش في البيت لانه شايفه روبوت ممتاز ولازم يستغل ده، وفعلا بيبدا اندورو يتعلم يصلح اي حاجه ويصنع حاجات جديده. ومش بس كده، ده لما يشوف الاب بيضحك مع الام بيطلب منه يقول له نكته ويعلمه الضحك، وتاني يوم بيستغل ده على الفطار ويفضل يقول نكت للاسره كلها، بس نكت بايخه جدا وهما بيضحكوا عشان هو روبوت عبيط. بعدين بيروح يتعلم اندورو انه يلعب بيانو مع البنت الصغيره، واثناء البيانو بتكبر البنت والزمن بيطلع بينا قدام شويه، وطبعا كل الاسره بتكبر انما اندورو لا، بيكون اخترع ساعات كتيره جدا جايبه صداع للاسره اللي بيكونوا عايزين يتخلصوا منها. ولما الاب يقترح عليهم يبيعوا الساعات دي احسن، بيتجادلوا على مين اللي هياخد الفلوس وان اندورو هو اللي يستحقها، بس لو خدها مش هيقدر يعمل بيها اي حاجه. اندورو بيكون مراقبهم وسامع كلامهم وبيسمع الاب بيقول لبنته انه ما ينفعش تحت روبوت، فبيتضايق جدا. بعد ما يبيعوا الساعات بيقرر الاب انه ياخد اندورو ويفتح له حساب في البنك، وطبعا الموظف بيكون هيتجنن بس لازم ينفذ الطلب. البنت الصغيره بتروح تقعد مع اندورو لما بيرجع، وبتقوله ان ابن عمها اللي رجع من الخليج عايز يتجوزها، بس هي بتحب واحد تاني وبتفضل تلمح عشان تبين له انها بتحبه، واندورو مش فاهم هي بتتكلم عن مين، وبيقول لها ما تتجوزي اللي بتحبيه، فبتطنش اندورو وبتقوله انا هتجوز ابن عمي اللي جاي من الخليج احسن. بعد شويه واثناء ما اندورو شغال بيقطع صباعه، فبيروحوا لصاحب الشركه تاني عشان يرجع له صباعه مكانه، وبيقولوا له لو حاول يغير في اندورو او
يؤثر على تصرفاته هيبلغوا عنه ويرفعوا قضية على الشركة كلها. أندرو بيطلب منه يغير من مشاعره ويخلي عنده تعبيرات في وشه زي الابتسامة والحزن والضحك، وبتكون هتكلف كتير بس مش مشكلة. بنروح لفرح البنت بعدين، وبيكون أندرو حضر الفرح ولابس بدلة الفنان شعبان عبد الرحيم، وبيطلب من الأب إنه يسمح له يلبس هدوم على طول. وبعد ما الفرح يخلص بيفضل الأب مع أندرو يتفرجوا على الفرح تاني على البروجيكتور بتاعه. الأيام بتعدي وأندرو مع الأسرة، وبيكونوا في مرة قاعدين بيتشمسوا وبيسألهم عن الحرية، وبيقولهم إنه قرأ كل كتب التاريخ وعارف كل حاجة عن الحروب اللي كانت بتحصل بسبب الحرية، وبيكون عايز يجرب الحرية. وبيروح بالليل للأب وبيديله كل الفلوس بتاعته وبيقوله إنه عايز حريته. الأب بيتضايق عشان عايز يسيبهم ويمشي، لكن بيقوله حريتك معاك وامشي من البيت. أندرو بيتضايق وبيكون عايز يقعد في البيت معاهم، لكن الأب بيقوله طالما مش هتاخد حريتك لازم تمشي. أندرو بيوافق وبيروح يرسم البيت اللي بيحلم يقعد فيه وبيبنيه على الشط، وبيروح يسكن فيه ويقعد أندرو في البيت الجديد لمدة 16 ساعة بحالهم. ولما الأب يكون تعبان جدا وبيموت بيطلب منهم يقابلوا أندرو وبيشكره على كل خدمات الأسرة. أندرو بيروح يقابل لويد، وده بيكون ابن أمدن بنت صاحب الروبوت وبيكون محامي. وبيكون أندرو عايز يرفع قضية على الشركة المصنعة لأنهم مش بيسمحوا له ياخد معلومات عن باقي الروبوت لأنه بيكون عايز يقابلهم ويعرفهم. وفعلا بيفضل يلف العالم كله عشان يدور على أي روبوت شبهه واتصنعت معاه، لكنهم بيكونوا ميتين كلهم لحد ما بيلاقوا روبوت أنثى بترقص في قرية ما، فبيروح وراها ويتكلم معاها ويلاقيها زي البشر بالظبط، لكنها بتكتشف ان ده وضع بيتفعل في الروبوت وهي مش مميزه ولا حاجه. وبيقابل الشخص اللي صنعها وبيكون اسمه روبرت، وده ابن مدير الشركه القديم، وبيكون انفصل عن الشركه وشغال لوحده وبيصنع ملامح البشر للروبوت. أندرو بيعرض عليه انه يديله فلوس كتير جدا عشان يحول شكله لشكل انسان عادي، وبيوافق روبوت وبيبدا يعدل عليه، وفي الاخر بيغير شكله وبيطلع شبه البشر بالظبط. بيرجع أندرو للبيت وبيقابل اماندا، وبتكون خايفه منه في الاول عشان مش عارفه مين ده، لكن في الاخر مش بيطلع أماندا وبتكون حفيدتها بس بتكون شبيهة ليه جدا. ولما يشوف أماندا الحقيقي يفضل يتكلم معاه شوية وبيسألها عن حفيدتها اللي اسمها بروشا. بعدين بيروح يقابل بروشا في بيتها وبيعتذر لها عشان اللي حصل في بداية معرفتهم لبعض، وبيقول لها ما أنا برضو ما كنتش عارف إن العيلة دي بتنقسم انقسام ميتوزي. بعد فترة أماندا بتكون تعبانة جدا، ولما يروح يزورها في المستشفى بيلاقوا الحصان اللي عمله لها زمان وهي صغيرة، وبيودعها وبتموت أماندا في سلام. بروشا بتفضل تعيط وأندرو بيكون متضايق عشان مش بيعرف يعيط، فبيرجع روبوت وبيطلب منه يغير أعضاء الصناعية بأعضاء صناعية أذكى عشان يعيش زيه زي البشر بالظبط. وبيبدأ أندرو يدرس كل كتب الطب عشان يصنع الأجهزة الجديدة مع روبرت. في الناحية التانية بيبدأ يقرب من بروشا ويتعرفوا على بعض أكتر ويقضوا الوقت مع بعض أكتر. وفي مرة لما بيعترف لها بمشاعره بتقوله إنه ما ينفعش إنسان تحب روبوت، فبيتعصب ويرجع روبوبرت وبيركب له أعضاء جديدة. بعدين بيرجع لبروشا وبيقول لها إن عنده أجهزة زي البشر، ولما تحط صباعها في عينه بيتوجع وبيثبت لها إنه بيحس زي الإنسان بالظبط، لكنها بتقوله إنها هتتجوز واحد تاني وبتنصحه إنه عشان يبقى إنسان لازم يعمل غلطات ويبقى شرير في بعض الأحيان، ما ينفعش يبقى طيب كده على طول. وبيتضايق أندرو وبيمشي. تاني بروشا بتكون في حفلة خطوبتها، وبيفضل أندرو وربوات يراقبوه من بعيد عشان مش معزومين، وبيتكلموا هو ربوات عنها وبنعرف إن أندرو بيغير عليها. بعدين روبرت بياخده معاه المعمل عشان خلاص خلص باقي التعديلات وهيخليه يقدر ياكل ويشرب ويحس بالأكل والروائح. وبعد ما يخلص التعديلات بيروح تاني يوم لبروشا في الشغل وبيقول لها انه بيحبها جدا، وهي بتكون مش مقتنعة لكنه بيفضل يكلمها ويثبت لها انه بيحبها وبيخليها توافق تتجوزه هو. وتاني يوم بتقوله ان الناس هتبقى رافضة جوازتهم عشان ما ينفعش انسان يتجوز روبوت، فبيتعصب وبيطلع مبنى الجورنجس الامريكي وبيطلب منهم انهم يتجوزوا بروشا، وبيرفضوا لانه بقى جزء كبير منه انسان لكنه لسه هيفضل عايش طول عمره. وفعلا بعد سنين طويلة بروشا بتعجز وبتكون متضايقة عشان أندرو هيفضل عايش، وبتقول إنه كل البشر لازم يموتوا في يوم من الأيام. أندرو بيقعد لوحده شوية بعد كلام بروشا وبيكون متضايق وبيفتكر كلام الأب زمان عن الوقت وأثره على البشر، فبيقرر إنه يروح لروبرت بعد ما بقى عجوز وبيطلب منه يضيف دم لجسمه عشان يعجز ويموت هو كمان. وبعد سنين بنشوف أندرو وهو عجوز وبيرجع للكورنجس الأمريكي وبيطلب منه يتجوزوا بروشا، لكنهم بيرفضوا وبيقولوا له أنت عجوز جدا وهتموت قريب، مش هينفع نوافقك على الجواز ده ومحتاجين وقت نفكر. فبيتضايق أندرو وبيرجع يندم جنب بروشا وهم معجزين هما الاتنين، وبيموت أندرو قبل الخبر بتاع موافق الكورنجس على الجواز واعتبروه إنسان، وبروشا بتموت هي كمان. وبيخلص الفيلم بتاعنا النهارده على كده، ما تنساش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة.